وعلى إثرها الوفاة دائما، قرر الوزير الأول نوردين بدوي إقالة سامي بن شيخ المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة الأولى أن هذه الإقالة جاءت على إثر إخلال الأخير بواجباته المنوطة إليه في تنظيم الحفل. جدير بالذكر أن سامي بن شيخ شغل منصب المدير العام منذ سنوات.